مرحبا، يعطيكم العافية. في معي اكس بوكس 1 اس، بضبط الجهاز عادي بس ما بعطي صورة على الشاشة. الشاشة بعطيها مرات بتغبش، مرات بيجي فيها خطوط في النص، ومرات ما بعرض بالمرة. طبعا مبدئيا اذا ما بعرض بالمرة، اول خطوة لازم نعملها انه نفحص الهارد ديسك، بعد الهارد ديسك نفحص السيركتات الاتش دي ام اي. بس انا فحصت مدخل اتش دي ام اي نفسه، مدخل اتش دي ام اي ما في مشكله. الارجح ممكن تكون في مشكله وين؟ في الاي سي تاع الاتش دي ام اي او الهارد ديسك. بس بستبعد الهارد ديسك، بس خلينا نفحص اول شيء، نفتح الجهاز و نفحص الهارد ديسك، بعديها اذا الهارد ديسك شغال نروح للسيركت تاع الاتش دي ام اي. الهارد ديسك للنوعية السيئة جدا. خلينا أول شيء نفحص الهارد ديسك، نفحص الهارد ديسك على الكمبيوتر. شبكناه، بين الهارد ديسك. هيا الوان تيرا الهارد ديسك، نشوف وضعه. خبر الصحة تاعته 99%، لو شغال 72 يوم فيش في باد سيكتورز. الاير فلو تمبريتشر هاي موجودة في هذا الهارد ديسك، بس ما مش المشكلة الكبيرة. يعني الهارد ديسك بشكل عام شغال كويس، هاي انه اير فلو تمبريتشرز مش يعني مرت علي كثير، مش مشكلة بتأثر على الهارد ديسك. فالهارد ديسك شغال 100%، معناته المشكلة مش في الهارد ديسك، المشكلة في السيركت تاعت الاتش دي ام اي. خلينا ناخذ الهارد ديسك نرجع مكانه. نكمل فتح الجهاز. نطلع مدخل اتش دي ام اي. يعني مش مبين كثير على الكاميرا، بس مدخل اتش دي ام اي شبه جديد، ما لعب فيه كأنه شيء. بس اتأكد، ممكن نفحصه نشوف اذا في شيء مكسور. كل سين لازم يزمر. اوكي، كلهم بيزمروا. هناك مدخل اتش دي ام اي فيش فيه مشكله. هناك بنروح للخيار اللي هو اتش دي ام اي الاي سي. خلينا نغيرها ونشوف ايش ممكن يصير معنا. طبعا هاي الاي سي الاتش دي ام اي، بدنا نشيله، حط الفلاتس اول شيء.
طبعا اللي بشوف هذا الشغل ممكن على الفيديو ممكن يحكي انه الشغل سهل او انه الواحد ممكن يعمله او يتقنه. الشغل هذا بده يا جماعه صبر ووقت. هذا شغل بتشوفوه قدام عينيكم، مش شغل يوم يومين، هذا شغل سنين. نشيل القطعة الخربانة ونجيب واحدة تانية. شوف الفلاكس شركة. أهم شيء يا جماعة الشغل، شغلنا النظافة. ركبت نتأكد. تنظيف. أتأكد بعيني برضه. كل شيء تمام. نرجع على الكمبيوتر على البنش. غيرنا الـ IC. خلينا نشبك الهارد ديسك. نشبك الهارد ديسك ونحول. نشوف إذا بعطي صورة. بسم الله. ما أعطى صورة ولمين الـ IC اللي استعملته أنا كمستخدم فكه عن جهاز، ممكن يكون ضار.
خليني أشوف، أفحصه على التلفزيون العادي. ممكن الاي سي اللي حطيته يكون في مشكلة. خلينا نحط واحد ثاني جديد. خلينا اول شيء نجهزه. خلينا نغير الاي سي. نغير الاي سي مرة ثانية. اوكي، بوحدة جديدة لأن اللي حطيتها أول مرة مستعملة كانت، راح أضبطها على الشك باليقين. شلنا، نحط جديد، نحط درجة حرارة، نتأكد من العين. مفيش تمام. شوف نحاول نحط الهارد ديسك. بسم الله، ان شاء الله بعد تصوير هالمرة بكون مشكلة من الاي سي. ايوه اعطى صورة.
كان الاي سي اللي حطيناه بالاول خربان، وهي الجهاز اشتغل و يعطيكم الف عافيه، نستناكم ان شاء الله فيديو اخر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.